بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع صب خرسانة شباب بنتكلم عن الووتر ستوب. الووتر ستوب في صب خزانات المياه وحمامات السباحة، والكلام ده مهم جدا جدا، يعني في ملاحظات كتير. أولا، أنت بعد ما بتصب الخرسانة بتعمل عزل للحمام من جوه وبتعزله خلاص تماما يعني، ولكن لو أنت عندك خزان مياه، ممكن الخزان ده مثلا يتساب خرسانة زي ما هو، ما يتعزلش يعني من الداخل بالسيراميك يعني والكلام ده، لكن يتعزل بمواد العزل الكيميائية. لكن الفكرة فين؟ الفكرة ان انت لما بتيجي تصب حائط خرساني اعلى من 3 متر، صعب انك تصبه مرة واحدة، يعني بتصبه مثلا على مرتين، بيبقى كل 2 متر بنصب الحيطة، وبعد كده نصب 2 متر تاني، وبعد كده نصب الحيطة، وبعد كده 2 متر تاني ونصب الحيطة وهكذا. فلما يكون عندنا فاصل للصب فبنحط هنا الووتر ستوب. الووتر ستوب ده عشان الخرسانة الجديدة أو الخرسانة القديمة بيبقى فيها فاصل، لو تسرب مية تبقى مشكلة، فعشان كده بنحط الووتر ستوب. الووتر ستوب ده عبارة عن بلاستيك سميك بيبقى جواه سياخ حديد من الداخل بتقومه، يعني تديله، بتخليه قائم، بتخليه محافظ على شكله، محافظ على اتجاهه، فبيتحط هنا كده. لاحظ هنا الناس دي مطلعة الأشارة بتاعت الحديد مرة واحدة بدون وصلات، ولاحظ هنا الووتر ستوب موجود في الفراغ ده زي ما حضرتك شايف كده ما بين الحوائط. ادي شكل خزان بتاع المية، والخزانات يعني كتير جدا هتلاقيها موجودة في مكة، كتير جدا خزانات المية. بتحط فين بقى؟ بتحط هنا كده. لو انت شايف القطاع للحائط فبيبقى عندك ده فاصل الصب، فبتخشن فصل الصب، بيبقى فيه جزء مرتفع وجزء منخفض، يعني ما بتخليهوش خط مستقيم، بتخليه متعدد كده، بيبقى بالشكل ده. ليه بالشكل ده؟ عشان الخرسانة الجديدة تدخل تعشق في الخرسانة القديمة. وبنحط الووتر ستوب هنا علشان من ناحية الداخل، عشان المية لما تيجي ما تعديش من الفاصل ده، ما تمرش من الفراغ ما بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة. طبعا ده غير ان احنا يعني هنخشن وننظف وندهن ديبوند عشان نربط ما بين الخرسانه الجديده والقديمه. ده لو انت شايفه من القطاع، وده لو انت شايفه بلان. في البلان يبقى ده حائط وده حائط تاني، فبنعمل فاصل ما بين الاثنين كده، بيكون في فاصل صب، فبنحط الووتر ستوب. طبعا الووتر ستوب ينفع يتحط يعني مثلا لو انت عندك سور خرسانه، حائط خرسانه، مش هتصب مره واحده. يعني مش بتكلم بقى في الارتفاع، ان كل 2 متر ارتفاع، لا، هنصب مثلا كل 20 متر طولي هنصب حيطه، وبعد كده نعمل فاصل، وبعد كده نصب 20 متر طولي، وبعد كده نعمل حيطه وهكذا. فالفكره انه بيتحط بالشكل ده. هو ده الوتر ستوب، هو ده البلاستيك. طبعا لازم يكون خشن يعني معرق كده، شايف النتوءات اللي خارجه منه دي، عشان تعشق في الخرسانه بالشكل ده كده. وبيكون جواه هنا سيخ حديد يعني بيعدي من الداخل علشان يديله الشكل ويحافظ على اتجاهه بالشكل ده كده. ده الفاصل ما بين الخرسانة القديمة والجديدة. لاحظ هنا تحت ان في خرسانة قديمة اتصبت وفي خرسانة جديدة هتتصب فوقيه، وده الووتر ستوب اللي بيكون موجود بيربط ما بين الاتنين. ادي شكل الووتر ستوب اللي يربط ما بين الخرسانة الجديدة والقديمة. ليه اشكال كتير زي ما حضراتكم شايفين. ده من الداخل طبعا بتعمل له كنة شبه كنة شاتش كده عشان تقدر تحافظ على رأسيته أثناء الصب، يبقى واقف كده، يبقى نصه داخل الخرسانة القديمة ونصه في الخرسانة الجديدة، ويبقى محافظ على شكله رأسي. دي أشكال ليه. أدي شكله، دي تعمل له، أدي شكل الكنة كمان، شكل الكنة ديت نفس فكرة الكنة الشاتش عشان الأسياخ، تحافظ على السيخ، تحافظ على الوتر ستوب. طبعا بيتحط ما بين الحيطة، يعني ما بين الشبكة اليمين والشبكة الشمال بالشكل ده كده. شايفين حضراتكم مكانه؟ تمام يا شباب، بالمنظر حضرتك شايفين دلوقتي. طيب هنا بقى لو انت هتصب في الرمل، بنحط نفس فكرة الوتر ستوب، بس بتبقى شدة من البلاستيك، وبيبقى مكون، بتكون مكونة من الداخل بأسياخ حديد عشان تحافظ على شكله. يعني بدل ما تعمل شدة خشبية أو شدة معدنية، بتعمل الشدة ديت من الشيت البلاستيك المقوى واللي موجود فيه أسياخ تقوية مقوية، وبنبدأ نصب الخرسانة داخل الشيت البلاستيك بالشكل ده كده، وبتقدر إنها تقاوم ضغط الخرسانة، وبتقدر تحافظ على شكل القعدة أو السمل أو أيا كان اللي أنت عايز تصب بالشكل ده كده.
ده عشان موجود في منطقة فيها ردم ومش هنعرف نفك الخشب، وهنسيب البلاستيك ده بعد الصب، يعني احنا مش هنشيله، هنسيبه زي ما هو كده، ويكون عازل كمان للخرسانة اللي موجودة بالشكل اللي حضرتك شايفه دلوقتي. يبقى ده علشان الرمل ما يشربش مية الخرسانة، وعشان احنا مش هنعرف نحط الخشب ونفكه بعد كده، فكل ده من البلاستيك. فبنستخدم البلاستيك دوت الووتر ستوب عشان نقدر نستخدمه في صب الخرسانة بالشكل اللي حضرتك شايفينه دوت، محافظ على شكل الأواعد كده. أنا بشكركم جدا جدا وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، جزاكم الله خيرا. ملاحظة أخيرة بس، شايف هناك في مية، شايف البحر ده، فمش هتعرف تحط خشب هنا. تمام، الخشب حتى لو اتحط هيشرب المية اللي موجودة، فأفضل حل هو شيت البلاستيك. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.